إذن حكومة الاحتلال صادقت على إقامة مدينتين جديدتين للمستوطنين في النقب، واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين. يشمل المخطط إقامة مدينة حريدية في النقب باسم كسيف في منطقة بلدة عراد، وستقام على أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيف العربية، وذلك ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها. هذا المخطط أيضا يشمل توسيع القرية الزراعية نتسانة قرب الحدود مع مصر، تحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى ستتم إقامة حي سكني يشمل الجالية التربوية الاستيطانية نتسانة، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة. ينضم إلينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع السيد جمعة زبارقة، مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. يسعد أوقاتك. مساء الخير لك والمستمعين. أهلا بك. يعني تفاصيل أكثر حول يعني مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة مدينتين جديدتين للمستوطنين في النقب. يعني نحن نتحدث عن مدينة للمتدينين الخارجي، وتقام في منطقة كسيف بقرب من منطقة تل عراد. هذه تأتي بالأساس على حساب أهالي تل عراد ومنطقة كسيفة والفرعة، وطبعا هنالك مدينة أخرى تقام في الجنوب للعلمانيين على يعني على حدود مصر ما يقارب منطقة بير هداج. يعني المدن تقام، وحتى يعني يقيمون أيضا محلات وأماكن للأوكران الذين يهاجرون من أوكرانيا، وعرب النقب الأسطانيين السكان الأسطانيين في البلاد لا يستطيعون يعني بناء بيوتهم بكرامة في وطنهم وفي أرضهم، وهذا يعني شيء مرفوض علينا يعني نصا وروحا جملة وتفصيلا. ولكن يعني لا يعقل مواطنون موجودون منذ دولة إسرائيل أقيمت منذ 73 عام، وهم كانوا قبل قيام الدولة يحرمون من الخدمات اليومية من الماء والكهرباء والشوارع والتعليم والتربية، وأيضا يحرمون من بناء بيوتهم وإقامة أسر. وللمهاجرين الذين يأتون من أوكرانيا على آلاف الكيلومترات يعني على ظهر الطائرات يحق لهم أن يقيموا لهم مدن وقرى في النقب. نعم، يعني إذن تهدم بيوت الفلسطينيين العرب في النقب ويريدون توطين الأوكران مكانهم الآن في هذه المناطق. نعم. اليوم أيضا صادقت حكومة الاحتلال على ما يعرف بالخطة الخمسية الخاصة بالنقب بإدعاء تنمية المجتمع البدوي بميزانية تقدر بحوالي 5 مليارات شيكل تتضمن بند الإنفاذ. ماذا يعني ذلك؟ يا أخي العزيز، هذه الخطة هي مكتوبة على الورق فقط. الخطة مدام لا يوجد هناك أماكن لبناء البنى التحتية الاقتصادية لهذه القرى أو التطوير الاقتصادي لا يمكن. يعني أنت الآن يقومون مثلا بإقامة قرية أو بناء قرية يعني بدون أي أماكن للتطور الاقتصادي وبدون الحيز الذي يتطورون عليه مستقبليا. يعني ما هذه قرى سردية عبارة عن أماكن للتركيز للنوم فقط بدون يعني بنى تحتية اقتصادية. نعم. ما لا يوجد يعني هذه الميزانيات لن تستغل، ونحن متأكدون بأن هذه الميزانيات ستعود إلى ميزانية الدولة في النهاية، لأنه لا يوجد هناك بنى تحتية من أجل استغلالها. نعم، يعني إذا هي مناطق مهمشة. نعم. طيب ما هي يعني آخر عمليات الهدم في النقب في الساعات الأخيرة أو الأيام الأخيرة؟ يعني كان هناك 3 أماكن هدمت في الترابين في الأسبوع الماضي، وفي أنبطين وفي رهط نفسها حتى المدينة المعترف بها وعدد سكانها ما يقارب 80,000 هدم أيضا بيوت. الهدم مستمر والاقتلاع مستمر، وخلع الأشجار العربي مستمرة، وزرع أشجار
أشجار الكرن كيامة والصندوق اليهودي مستمرة وخلع البشر مستمر. يعني هذه سياسة، ولكن نحن يعني نعيش أسطورة صمود منذ 73 عام على هذه الأرض، ولا نترك مهدم البيت ويقوم العرب النقوى ببناء خيمة فوق ركام البيت، لأن علاقتنا مع الأرض أكثر من هي مع المبنى ومع المسك. نعم. مع الحجر. أيضا اليوم يعني كان ونذكر اليوم استشهد الشاب سند الهرمد الذي يبلغ من العمر 27 عاما وهو أب لثلاثة أطفال، يعني تحدث هو أب لخمسة أطفال، خمسة ولد أطفال. منذ أسبوع منذ أسبوعين الطفل الأخير. نعم، يعني هل تم تشييع جثمان الشهيد وأيضا لا. تفاصيل حول على حول الاستشهاد؟ الرجل هذا يعمل هذا الرجل يعمل قام منذ الساعة الرابعة والنصف صباحا من أجل يعني اشترى الأكل من أحد البقالات وتوجه من أن يأخذ عماله ويعمل في منطقة نتانيا في المركز. يقوم بالساعة الخامسة صباحا يبدأ مشوار العمل، يسافر ما يقارب ساعتين إلى العمل ويعود بعد ذلك. يعني إنسان يعمل لا يوجد لديه أي ملف فقط، يعني كان هنالك مجموعة مستعربين قاموا بإطلاق النار عليه من مسافة وهو بانتظار عماله أحد عماله من مسافة ثلاث أمتار وأرده قتيلا بدون أي سبب، وليس فقط هذا يعني ما جرى، أيضا منعوا منه الإسعاف أن يصل إليه لإنقاذه، ينزف ما يقارب ساعة بدون أن يقتربوا إليه لجلد الإسعاف. نعم. يعني هذا جرائم بحد ذاته. برأيك كيف من الممكن تعزيز صمود الأهالي في رهط وإفشال هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة؟ الأهالي صامدون، الأهالي أصبح جزء الصمود، جزء من حياتهم اليومية، جزء من نفسهم، هم يتنفسون صمود منذ 70 عام وأكثر. ونحن يعني مصرون، لا يوجد لدينا يعني مجال للتراجع عن ما نحن نملك. اليوم العرب النقب يملكون أقل من 5% من الأراضي وصراعنا معهم على وضع أرض يعني بالأساس. برأيك في هذه المعركة يعني لا خيار لنا إلا نعم. برأيك لماذا يصعد الاحتلال من هجماته ضد الأهالي في النقب؟ لأنه يريد الأرض، يريد بلاد بدون عباد. الاحتلال يريد الأرض ويريد الاستيلاء عليها، وما تبقى من الأرض هو أقل من 5%، ونحن لن نتراجع. يعني قضية صراع على الأرض، يعني هو يبحث عن نقطة الانكسار لعرب النقب وهذا لن يجي. شكرا جزيلا لك مركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب السيد جمعة زبارقة، شكرا جزيلا.